مساءكم سعيد، متتبعينا في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج المرة الجاية عندك. برنامج المرة الجاية عندك يعنى بالإبداع والمبدعين، ويبرز الوجه المشرق لمدينة فاس أولا وللمغرب ثانيا، مواكبة منا عبر جريدة المغرب العربي بريس لفيروس كورونا. ضيفنا اليوم هو له علاقة وطيدة بالموضوع، ابن فاس البار، خلوق إنساني متعاطف يشهد له بالكفاءة والتميز، هو اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. رحبوا معي جميعا بالدكتور إدريس لودي. مساء الخير، شكرا أخت نادين على الاستضافة. أنا سعيد باش نحضر معكم في البرنامج لتقديم التوضيحات اللازمة اللي باغي يعرفها المستمع بخصوص هذا مرض كورونا. ونحن في مواجهة ومطاردة هذا الكائن المتمرد الذي يتسلل إلى الأسر والعائلات دون سابق إنذار، نريد أن نعرف منك عن قرب ما هو كورونا. كورونا تسمى بهذا الاسم نسبة إلى الفيروس المسؤول عن المرض، حيث أن هذا الكورونا هو واحد عائلة الفيروسات في بزاف الأنواع بزاف الأسامي، ولكن خرج منهم واحد اللي هو مسؤول على هذا الداء اللي تخبط فيه الإنسانية في هذا الوقت. الاسم ديال هذا الفيروس هو كوفيد 19. إذن هذا فيروس كوفيد 19 اللي هو جاي من عائلة كورونا، تسبب في واحد المرض اللي عنده سميته واحد الأعراض معينة اللي هي عندها تقريبا نفس الأعراض ديال الزكام، تشوف عادة يعني السعال، سيل الأنف، الحمى، وهما مراحل متقدمة تكون اضطرابات في التنفس. المشكل ديال هذا الفيروس هي الأعراض، ولكن المشكل الكبير هو السهولة والسرعة في انتقال العدوى من شخص إلى آخر، وهذا الشيء تجعل بأن المرض أنه تتفشى بواحد السرعة وبأنه انتشر بواحد السرعة كبيرة في عدة مناطق من العالم. كيف يمكن التصدي لهذا الوباء؟ للأسف ما كاينش في هذه الساعة ما كاينش شي دواء فعال تقضي على هذا المرض هذا الفيروس. إذا تبقى لنا الوسيلة الوحيدة باش نتصداو له باش نقضيو عليه هي الوقاية، الوقاية ثم الوقاية. وهذه الطريقة بينات النجاعة ديالها في الصين في عدد من الدول الآسيوية. إذا كي شنقصد هنا بالوقاية؟ يعني تجنب العدوى بالمرض. هادشي تيجمنا باش نهضروا على شنو هي الطرق باش ينتقل الفيروس. لان الفيروس تنتقل بالاتصال يا اما المباشر عبر الاشخاص، ولا الاتصال باللعاب ديال الشخص، يعني الى عطش العطش، الى عطش انسان قدامك وقاسك باللعاب ديالو غتعدى بالفيروس، الى سعال قدامك وقاستي باللعاب ديالو غتعدى بالفيروس، الى استنصر الانف ديالو وقاسك باللعاب غيتقاس بالفيروس. الشخص تيكون مقيوس بالفيروس تيكون تيقيس في يديه، تيقيس في وجهه، يعني تيكون عنده الفيروس في الايدي ديالو في الوجه ديالو. اذا سلمنا عليه بيدينا وقسنا اليد ديالو قاس اليد ديالنا غادي ينتقل لنا الفيروس. الى سلمنا عليه بالوجه الفيروس اللي غيكون في الوجه ديالو غينتقل للوجه ديالنا. اذا شنو هي الطريقه، شنو هي الوسيله الامثل؟ هي تجنب هذه الاشياء كلها، ما نسلموش بيدينا، ما نسلموش بالوجه ديالنا، ونرتديو الكمامة الطبية. متى نرتديو الكمامة؟ يعني ديك الأنف ديالنا وديك الفم ديالنا اللي هما حاملين اللعاب وحاملين الفيروس، تنحميهم تنغطيوهم بهذه الطريقة، ما غاديش نقيسو شخص آخر. الوسيلة الثانية باش نقضيو على الفيروس هي النظافة، لأن اللي خصنا نعرفوه هو الفيروس راه ضعيف، يعني الى الماء والصابون او جافيل غتقضي عليه بصفه نهائيه. يعني شنو خصنا نديرو؟ خصنا نكثرو من الغسيل ديال اليد ديالنا بالماء والصابون بصفه متكرره في اليوم، ولا الى تعطر علينا الماء والصابون نديرو المحلول الكحولي ولا لا سوليسيون ايدرو الكوليك. الماء والجافيل كذلك نضفو جميع الاماكن تقدر تكون عندها تقاس وتعداد بالفيروس نضفوها بجافيل، وخاصه الاحذيه، لان تبين بان الاحذيه ملي تنضرب بها في الزنقه يمشي ندخلناها للدار غادي ندخلوا الفيروس. اذا قبل ما ندخلوا للدار
الحذاء ديالنا مدفوه دائما بالماء الجامد. وتهنا تنأكد مرة أخرى على النظافة ديال اليدين بالماء والصابون. مسافتنا حنا كأطباء ممرضين، يعني الناس اللي خدامين في الميدان الصحي، أن الاتصال بالمرضى، يعني حنا هما تنكونو معرضين أننا نتقاسو بهذا الفيروس. بطبيعة الحال هادشي تيلزمنا باش نتاخدو جميع الاحتياطات اللازمة. مثلا حنا في القطاع ديالنا في العيادات تنحاولو نلزمو المرضى باش يرتديو الكمامات، لأن تقدر يكون الشخص ما عنده لا حمى لا سعال وهو راه فيه الفيروس، عاد من بعد غادي تجي واحد المرحلة اللي غادي يبنو فيه الأعراض. إذا تنلزمو المرضى ديالنا باش يديرو الكمامة الطبية، تنلزمهم كذلك عند دخول العيادة باش يمسحو الأحذية ديالهم بالماء وجافيل باب العيادة، يمسحو يديهم ويغسليهم بالماء والصابون لا بالمحلول الكحولي. ملي تيدخل عندنا المريض الفحص تنحاولو نخليو واحد المسافة بيننا وبينو، يعني باش نقللو من هنقول لو ريسك باش انه يقيسنا الفيروس. حنا بثفتنا بطبيعة الحال حنا عاوتاني لازم ديك المريضة تمشي عندو لازم تقلبو، اذا تنحاولو نديرو دائما ديك الكمامات، ماشي الكمامات العاديين، واحد الكمامات FFP2 اللي هما تيحميوك انت من الشخص الاخر ان ينقلك الفيروس. دابا تنحاولو نديرو واحد الواقي من البلاستيك على العينين ديالنا الفم والانف لمزيد من الحماية. على طبيعة الحال من تيخرج المريض المكان اللي كان فيه تنحاولو تنظفو بالماء وجافيل ولا بالمحلول الكحول. طبيعة الحال الاشتغال تيكون بالمواعيد باش ما تيكونش اي واحد اكسيدال في قاعة الانتظار. فعلا الجميع تذوق مرارة هذا الوباء، في نظرك من المسؤول عن انتشار فيروس كورونا المستجد؟ المسؤول الاول والاخير تيبقى هو الانسان، لان الفيروس بان في الصين وفين ظهر اول مرة بان في ووهان. كانوا واحد الاشخاص اللي تناولوا واحد الحساء وصابوهم الخفافيش، وعلى ما يظهر بان تماك كان هذاك هو السبب ديال الفيروس. ومن بعد ديك الشيء بقات شخص تينقل الفيروس لشخص تيعدي شخص بقات تيعدي شخص تتفشى المرض في الصين. من بعد انما هما في الاول ما كانوش عارفين خطورة هذا الفيروس. حنا بالنسبه لبلادنا فتوصل عندنا الفيروس كانت معروفه الخطوره ديالو، اذا الدوله ديالنا خدات واحد الاحتياطات ولزمتنا بواحد الحجر الصحي في واحد الوقت مبكر. يعني كان ديك الساعات فاش تفرعنا الحجر الصحي كان عندنا 6 ولا 8 حالات في المغرب. اذا شنو حنا المسؤوليه تبقى علينا كاشخاص كمواطنين، المسؤوليه ديالنا هي التزموا بالاحتياطات اللي قلت قبيله باش شخص ما يعدي شخص. كيفاش غنلتزموا؟ ارتداء الكمامات، ما نسلمش بيديا، ما نسلمش بوجهي، من بعدو من الاماكن اللي فيها الاكتظاظ. تبقى دائما نلتزم بواحد المسافه بيننا وبين الشخص اللي تيهضر معانا واللي واقف قبالتنا، تنخليو واحد المسافه ديال متر. يعني الى التزم النظافه نضمفو الايدين ديالنا، نضمفو الوجه ديالنا باستمرار. ملي ندخلو للمنزل نغيرو الملابس اللي كنا لابسينها في الزنقه، نلبسو الملابس ديال المنزل، نغسلو اليد ديالنا، نغسلو الوجه ديالنا، نضفو الاحذيه ديالنا، نبقاو نغسلو الايدين ديالنا باستمرار بالماء والصابون. يعني الى التزمنا بهاد المسائل بهاد الشروط هادي راه المرض ما غاديش يتفشى. للاسف تلاحظوا في المجتمع ديالنا بان ما كاينش التزام بهاد المسائل هادي. مازال تنشوفوا الناس تيتساروا في الزنقه بلا كمامه، مازال تنشوفوا الناس تيقلبوا على الاكتدار في الاسواق والمحلات التجاريه. من بعد 6 العشيه مازال تنشوفوا الناس في الزنقه، يعني هاد مازال تنشوفوا الناس ما تيلتزموش بالمسافة الامان ديال متر. وهاد المسائل هي للاسف اللي جعلت ان المرض تفشى في المغرب ولا في الدول المجاوره. ما هو الفرق ما بين سارس وكورونا؟ الفرق بين سارس وكورونا، سارس الاساس سارس هو واحد المرض اللي كان بان في 2002، واحد الوباء اللي كان بان في 2002. الاساس ديالو واحد الفيروس
اللي هو من العائله الكورونا، انما ما سميتوش هذا المره كوفيد 19، عنده كان عنده واحد اسم اخر ولكن تبقى من عائله كورونا. هذا الفيروس هذا تيتسبب في واحد الاعراض ماشي هي الزكام، ولكن تيتسبب في واحد التهاب رئوي حاد اللي تيكون خطير وتؤدي الى الموت. ولكن في ديك الوقت كان تسبب في واحد في العالم كله في 700 الموتى، وكان ما تفشاش هذيك المرض بزاف. رسالتك الى الشعب المغربي. رسالة ديالي للشعب المغربي، يعني الشعب المغربي خصو يعرف بان احنا في واحد البلاد الامكانيات ديالها محدوده. الدولة ديالنا تقوم باللازم وتحاول تقوم بما امكن، ولكن تيخصنا حتى حنا نعاونها. باش غنعاونوها؟ التزام بالحجر الصحي، التزام بالاحتياطات، التزام بالنظافة، يعني هذه المسائل كلها اللي قلناها في هذا الحوار نحاولوا نلتزموا بها. رسالتك إلى متتبعي برنامج المرة الجاية عندك. رسالة ديالي للمشاهدي البرنامج، يعني هذه النوعية البرامج تبقى دائما مفيدة مهمة، يجب التتبع ديالها والسماع ديالها، باش لان الهدف ديالها هو التوعيه ديال المواطن، باش يكون عندنا واحد المواطن صالح ما عنده حتى شي مرض، ونتغلبوا ان شاء الله على هذا الوباء. اذا شكرا دكتور على قبولك الدعوه. دائما دريس لودي اختصاصي في جراحه العظام والمفاصل بمدينه فاس. شكرا على هذه المعلومات القيمه، نتمنى ان تصل الى جميع المواطنين والمتتبعين. وانا اقول من هذا المنبر، إلزموا بيوتكم واحفظوا أرواحكم وأرواح من يناضلنا من أجلكم. إلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج المرة الجاية عندك.